فيما يتعلق بالإضراب العام هذا في القطاع العام، أولا احنا منظمة مسؤولة، بعدنا على الامتحانات الوطنية على البكالوريا وعلى النيفيام وعلى السيزيام، لقينا التوقيت الوحيد هو نهار 16، لأن نهار 16 توفى السيسيون الأولى نتاع البكالوريا، الاثنين تدخل النيفيام بعد السيزيام، بعد عندك الدورة التدارك نتاع البكالوريا. ما احنا ما نحبوش نمرر الدنيا على أبناء شعبنا، احنا مسؤولين وعلى أولاد الشعب وعلى اللي نحسوا بالشعب التونسي. علاش في الأيامات هذيا؟ اش قال لك اش قال عليك؟ هذا الإضراب السياسي والاتحاد على الحوار. يا ودي الحوار راكم تحبوا علينا ما جيناكمش. خلينا احنا نحبوكمش. ياكم قلتونا عارضين علينا خلينا انتم منعتونا. أما مواقفنا وقلنا لكم علاش؟ والاتحاد في هيئته الإدارية قبل الأخيرة اللي خرج برؤيته الاقتصادية والاجتماعية والأسبوع القادم هيئة إدارية مش تخرج برؤيتها السياسية كذلك اللي في المجال. ومشنا مش نخبوهم في الأدراج، مش نعرضوهم لأبناء شعبنا، وخلي الشعب التونسي ما تحكوا على الشعب، خلي الشعب التونسي يحكم لنا أو علينا في هذا الاتجاه. شو نقلقهم أنت؟ وقال لك الإضراب سياسي، منين سياسي؟ أسيدي سياسي. أعطونا حق الناس. كي تعطونا حق الناس تو وقتها احنا نتصلبوا ونقولوا لا حاجتنا بالإضراب للإضراب، احنا مش دعاة إضراب. والإضراب مكرهن أخاك لا بطل. لأنه حتى الحكومة هذه وانتم تعرفوا والنقد لجال المركزية النقابية طوال الأشهر هذه ما ثماش حكومة خذت فرصة نتاع استقرار من المكتب التنفيذي قد الحكومة هذه. وشفتوا أن قطاعاتنا اللي دخلت في تحركات نضالية ايش تسمع؟ هو الحاكم اللي يحكمك ايش يقول؟ يقول خلي يقرفوا تو نقصوا، خلي نقرفوا تو يقصوا، حتى جلسات صلحية ما عايتوش لها. ايه لكن رنا من الشطارة ومن الدهاء النقابي، ونعرف وقتاش نحدد ووقتاش نحط الإطار المناسب لنضالاتنا في وحدة صماء. هذا شعار الاتحاد العام التونسي للشغل وإضراب قطاع العام يوم 16 جوان. لما يتكذب الغطاس ماما يتحدثوا توا لا وإضراب وما يمشيش. يا سيدي شو قال لكم؟ كان جيتوا للطاولة وكنتوا مسؤولين وعطيتوا حقوق الناس، لأنه اليوم تعمل لي سعر الفائدة تضرب أقل واحد في 60-70 ألف، معناها الأربع فرنك اللي عطيتوهم قبل تحيلتوا علينا وخذيتوهم.